ممكن المدرب ما يديكش الحريه، ممكن السيستم اللي بيلعب بيه نفسه المدرب ما بيديكش الحريه، ان انت خاصه ان انت لاعب مهاجم الوضع مختلف بالنسبه للاعب مدافع بالنسبه للاعب وسط. الفتره كنت متواجد فيها في نادي الزمالك طبعا اللي انا اتكلم عنها، متواجد انا وشيكابالا الفتره ديت، كنا بنلعب دايما في النص الشق الهجومي اكتر. وطبعا وجود كابتن حسام حسن طبعا، كابتن ابراهيم كانوا ساعتها موجودين معانا، هم ضافوا لي كتير بجد يعني لما رحت. وبرضو الحب اللي لقيته في نادي الزمالك من الجمهور لما استقبلوني.